المغاربة يتصدرون قائمة المستفيدين من التأشيرة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحسب معطيات الخارجية الأمريكية، فقد بلغ مجموع المغاربة الحاصلين على التأشيرة عام 2021 3585 شخصاً. الحكومة تقلص عدد وثائق الاستثمار بالمملكة بنسبة 45%. وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كشفت عن أهم التدابير والإجراءات المتخذة من أجل تبسيط المصادر الإدارية، وذلك من خلال الإعفاء من مجموعة مراحل وتقليص مدة إعداد ملفات الطلبات، كما تم تحديد مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تفعيل الصيغ الجديدة لهذه المصادر. أوكرانيا تطالب بإبعاد روسيا من مقعدها بمجلس الأمن الدولي. وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا قال اليوم الاثنين إن أوكرانيا تعتزم الدعوة إلى حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي. نادي تولوز الفرنسي يدافع عن لاعبه زكريا أبو خلال بعد الاتهامات التي وجهت لمهاجم أسود الأطلس من طرف أحد المواقع الإلكترونية الوطنية. الفريق الفرنسي أدان الاتهامات التي وجهت للاعب أبو خلال واحتفظ لنفسه بحق سلك مختلف الطرق القانونية لإعادة الاعتبار إلى مهاجمه الواعد. نهاية المختصر. لمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.